رونو كابتور كروس اوفر اس يو في مميزه جدا ومناسبه جدا لطرقات لبنان. رح نتعرف اليوم على كل تفاصيلها باوتوفوكس، اكيد خليكم معنا. جو مرة جديدة موجود معنا من بسولو حنيني وكاليرا رونو بلبنان. هاي هاي، كيفك جوش؟ اليوم السيارة أنا وصفتها أنه مناسبة كثير لطرقات لبنان من ناحية حجمها، من ناحية ارتفاعها على الأرض. مزبوط. يعني دائما لما نحكي كروس اوفر اس يو في بنعني فيها لبنان، تعرف الطبات والطرقات الغلط شوي مناسبة جدا، خاصة كمان للسيدات. مزبوط. يعني اس يو في بس مش كبير. خبرنا اليوم كابتور ده صار لها بالشركه، اليوم نسبه الطلب عليها قد ايه عم تكون؟ كابتور هي كونسبت جديد بالرينو، هي انطلقت من وراء فكره الكليو اللي بده سياره تكون اوسع اكثر واعلى عن الارض كجراوند كليرنس. مثل ما بنشوف كمان كالديزاين تبعها قريب شوي مع الانجن هو ذاته عن الكليو. يعني اذا بدنا نقول كليو على عاليه 100%. مزبوط. هلا كمان بنشوف الجنوطه اللي كثير حلوين، بيجوا بلاك اند كروم 17 انش مع كروم من برا مع وينكرز على المرايات. عندك كمان عم تجي الفيت ختانتي من ورا، عندك كروم من ورا سنسورز، كمان ال اي دي لايتس من قدام. فيري اتراكتيف السياره عن جد جو، كثير ملفتة على الطريق. كمان نشوف اللون البيانو بلاك داخل مع الكروم مع لون السياره الاساسي. تو كولرز اهم شيء بتجي فيه، الكلاينت ياخذها جراي اند بلاك، فيه اذا بحب فانكي جراي اند اورنج كمان كثير حلوه بتطلع، في كذا كولرز عليها. كومبينيشن حلوه كثير بالالوان فيها نقيه، عم نستعرض هالشكل الحلو كثير للكابتور هون السايد فيو، كمان الكروم عم نشوفه على البواب جو، والشيب تبع السياره على كل حال مشغول عليها بطريقه كثير كثير حلوه. باختصار هيدا الشكل الخارجي. خلينا ننتقل معكم مشاهدينا ومع جو طيب يفسر لنا اكثر، خبرنا عن الانتيريور تبع الكابتور الجديده. جو داخل سياره عصري جدا، كمان بنشوف بيانو بلاك على البورد، سكرين تحكم شامل، راديو ميديا فون نافيجيشن، نافيجيشن سيستم فيها كثير ذكي وحلو، بيعطينا شو في حوالينا بالديتيلز. مزبوط. حتى الحلو فيه النافيجيشن، فيك تحفز فيفورتس، يعني اذا مطرح ما بتعرف تروح عليه بتفوت على النافيجيشن، بتكبس هون بتحط اوبشنز اد تو فيفورتس، بتسمي الاسم اللي بدك، بتصير اوريدي دائما موجوده، بتروح عليها وقت بدك. فيري جود. كمان على السكرين بيطلع ريفيو كاميرا كمان، واكيد مع سنسورز تتسمع تتساعدك على الصفات وعلى كل شيء. وبنشوف كمان غير شيء، عندك الاوديو كوماند ما بتبين من هون، المالتي فانكشنال كمان للاوديو ستريمينج للبلوتوث، تتحكم بالراديو كمان كي يو اس بي واكزيلري، يعني كل شيء مالتي ميديا عم نحكي موجود فيها للسياره. عم نحكي فرج جلد كمان في اوبشنال بيجي. اوكي. في عندك اوبشن، في عندك فرج جلد، وفي عندك كمان الفرش العادي بيجي. حلوه كثير السياره. عندنا كمان ستارت ستوب انجن، مش بحاجة لمفتاح لندورها. مزبوط. ستارت ستوب. كل تراسات رونو جديدة مشغولة بدقة وبهاي تك عالية، مع اوبشنز كثير اليوم تماشيا مع العصر الحديث. مزبوط. جو هلا صار وقت نحكي عن المحرك، كمان في توربو؟ كمان يلا أصبح. خبرنا أكثر. في تو انجنز. اوكي. بدنا نحكي مع جو عن ناحية المحرك، قلت لي فيها محركين السيارة. تو تايبس اوف انجنز. مزبوط. توربو موجود بواحد منهم؟ موجود اكيد. هلا في عندك اول تايب هو الفور سلندرز 1.6 عم نحكي، بيجي الجير بوكس معه سي في تي اكسترونكس للتورك العالي. أوكي. وكمان مع مصروف بنزين كثير حلو، بيجي 115 حصان كمان. وعندك السكند تايب اوف انجن اللي هو عالم بتحب اكثر للسواقه الاجريسيف، اللي هو ال 1.2 توربو تشارجد 120 حصان مع 6 غيارات دول كلتش جير بوكس. واو. توربو عم بيكون اكيد فعال جدا بالسيارات، عم بيعطي تورك عالي وبيناسب 190 نيوتن متر بير مينيت. عم نحكي للمحرك. جو باختصار محرك نشيط، ان كان الاول والثاني محركين يعني بالنسبه لحجم السياره. مزبوط. ووزنها. هلا بدنا نشوف معك جو، اكيد نعرف معك نوضح اكثر للمشاهدين شو السبيشال اوفر الموجود على الكابتور الجديده من رونو. بعرف في فيري سبيشال ديل للسياره بهيك مواصفات شفناها، اتس ان كروس اوفر اس يو في هاي تك كثير من جوا. اليوم خبرنا برايس تاخذوا كروس اوفر مع عم نحكي
انجن كثير متطور مع هاي تك من جوا، ستارتنج برايس 19750 انكلودينج في اي تي، سعر كثير حلو للمواصفات الموجوده عليها وللاكيد كسياره كاوبشنز وكل شيء محطوط عليها. تست درايف؟ تست درايف اكيد موجود، امتين ما بده الكلاينت بتفضل لعنا على الشوروم وفي تست درايف لكل السيارات موجودين. ثانك يو جو، اكيد بسور حنيني مستمرين معنا هالاسبوع كل يوم مع سياره جديده من شركه رونو الفرنسيه. الى اللقاء. We'll be right back.